خميس كبر بزياده يا معلم وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه انت شايل منه قوي يا ابو سمر. ضربة الضنا بموت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه شرط ايه بقى يا معلم ابو سنة؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. يا معلم ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني افوت حتة منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبة اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبة؟ طبعا مصيبة. خلفة زي دي وفي ظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس. احنا كاتبين ورقة ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقة يا رمانة، والورقة دي ممكن اكون اوي ضيعتها في حتة ونسيت. انت بتبيعني؟ وما راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانه، بحبك. امال الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطه؟ انا الدنيا عكه معايا قوي يا رمانه، عكه قوي ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفره تانية اغرس فيها. لازم انا احرص يا رمانه، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي عادتها لاجل خاطرك، بس مش عندك مصلحه؟ ما تحسبهاش كده يا امانه. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانيه اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. أنا فاضل لي تكة يا رمانة، تكة وأبقى كبير السوق وأملك السوق كله في إيدي، وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت إنها تعطلني. ياه أنت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف إلا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الإبرة، لدرجة إنه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك. رمانة أنا ماليش في جو الحوارات المكعبينة ده. العيل إحنا ممكن نجيبه في أي وقت تاني. نجيبه الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده، براحتنا. عندنا العمر. إنما الفرصة ما تجيش إلا مرة واحدة، ويوم ما تيجي لازم أقفش فيها. فرصة ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك
وكرهت نفسي اللي متشعلقه بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك، روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرميه تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني انا لوحدي الم نفسي في ركن ضلمه بعيد عنك. الحقي نصيبة نصيبة. مالك يا ولية على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنة عشان اقول انك عزازة زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حجة؟ ما انا رحت فاتحة الباب ورحت داخلة، ما لقيتش حد خالص في الأوضة، ولقيت الدواليب كلها فاضية زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟ فتح عليه رزاق يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي. عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف، نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاوله ايه سعادتك؟ المحاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع علي، تعبت وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي بنكلة. نكلة شوق دي حية، ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمّا لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خليه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحقيقة اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة ست الحاجة. في عزوز. هنا في البيت. وده ايه اللي جابه؟
هو مين يا خميس؟ يا باشا انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مرة وكلمتك اكتر من مرة وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكيمية ايه؟ ما قلناها المعليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عناية، احلى توليفة تكون عندك. ده لو ليك فيه ملكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصة عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله وقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله، لا إله إلا الله. بس السكة اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومفسينك، وآخرة الخط عمره بيتقصف. حدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا، في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي أنا أقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله حاشا لله، ده مقدر ومكتوب. الموت اللي أنا أقصده موتك جوه روحك اللي أنت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطور حواليك وناره تحت مخدتك مش عليلة. اللي أصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا التلفزيون وتقول ده انت بتقول حلو قوي، حلو حلو، واليومين دول بتوع الاوله دي يومينهم يعني، الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه ودانها بالساعات. ده ما الله يا ارزاق ارزاق. يعني مفيش فايده يا باشا، انا بعمل خير في البشريه، بعمل خير للبشريه، قدروا بقى. بعد اللي زي معاليك ما يطلعوا التلفزيون يقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي معاليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه، قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح، قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين، قوم الناس يقولوا لبعض بحب. مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايده. بس افتكر يا افتكر خميس. انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي مع انك دهست حرمه بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوه عزيزه. نورت يا بيه. عزوز، عايزه تفهمي ايه يا كرام؟ عماله تلفي وتدوري حواليا، قولي لي يمكن اريحك. مش عايزه تفهميني؟ طب شاوريلي. أنا لحد دلوقتي مش عايزة أقول لخميس إن أنتِ اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان أنتِ عارفة هيعمل فيكي إيه. إيه ده؟ إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. يا كرامة، أنا حاسة بيكي. أنا طيبة قوي، بس يوم ما حد يدوسلي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا أصحاب أحسن. خفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هنا؟ اسأل المدام.
خمرة يا كرامة. يخرب بيتك، ده انت انحرفتي وانا مش داري. خمرة؟ خمرة يا كرامة؟ ده خسارة يا كرامة. انت مش تشربي لك سيجارة حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمرة وصغطة كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أم أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات ازاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟ قالت لك ايه؟ مخها فوت وبدأت تخطرف، الظاهر الجوازة كانت نفوخة. شوفي لها حكيم ياما والنبي يدوبك سبب فيها. دي بقت بتشرب خمرة. قالت لك ايه يا خميس؟ قال شافتك وانت ماشية على رجليك يا قال. قلت لها يا ريت، واحنا نكره؟ ده انا ادفع نص عمري واشوفك واقفة على رجليك ياما. والظابط ده كان عايز ايه؟ بيعز بيعز فكرة انا يوصل لحاجة. سيبك منه ياما، والنبي ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس، لازم تحرص، الحكومة نابها ازرق. وهي الحكومة فاضيالنا ياما اللي من دول؟ الحكومة في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون في عونهم، ده انا بفكر اساعدهم والله. انسي. هي حصلت يا كرامة؟ خمرة؟ وفين؟ في بيت هنا؟ افندينا؟ أبو سنة جالك؟ الكيف لما يطلب معلمة كيف ينقح يودي صاحبه لآخر الدنيا لأجل ما يروق. آه بس مش مع دول، لازم تبيعش بعضها بالسهولة دي يا معلم، عشان معلمة ولا فلوس. بتأكد أول معلم بدل ما تطربق فوق نفوخ كله. تريد تثق فيك يا متر؟ فلسه بتشاور عقلك يا معلم. معلش مش بخاطر يا ابن عمي،
أريك شايف الخال بيبيع ابن أخت وعيني عينك أهو. وماله يا سيد المعلمين؟ بس لو صدق أبو سنة في اللي قاله، لو صدق يبقى أسرع عليك مسافات طويلة. أنا كل اللي عاوزه منك يا متر إنك تلبد لأبو سنة وتجيب لي آخره وتشوف إيه ميته. على فكرة هو ما يعرفش إنك معانا، وبالبقين اللي هيرميهم في حجرك هنوصل للمراد ونطمن. يا إما ندي الأمان يا إما نخلص. من لحد اطمن، سكة أبو سنة مفتاحها معايا وعارف علي فين. سي خميس الحقنا يا اخويا. في ايه؟ مالها رمانه؟ ايه اللي جرالها؟ كانت هتموت يا حبه عيني، فضلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت من طولها. لولا اولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابونا هنا. وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدري. انا عارفه يا اخويا بيعملوا ايه فيها كل ده. جيب العواب سليمه يا رب. سي خميس هي ايه اللي جرالها يا اخويا؟ دي كانت فرحانه بالعيل فرحه المجنون. ظروف يا بيسا، ظروف. ظروف؟ ظروف ايه دي يا اخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه؟ دي كانت عامله زي المجانين، عماله تخبط في بطنها يا ولديه لحد ما كانت هتروح فيها هي والعيل اللي في بطنها. الو؟ ايوه. مش لا مش هينفع دلوقتي. اجي ازاي دلوقتي انا؟ طيب انا جاي. جاي على طول. بيسا سكت. اول ما تخرج تطلبيني في التليفون وتطمنيني. انت اللي تطلبيني؟ معقوله يا سي خميس هتمشي كده يا اخويا من غير ما تطمن عليها؟ طب حتى استنى لما تخرج وتشوفك، مش يمكن يعدل نفسيتها؟ بطلي لا تقعدني ولا اسمعي الكلام اللي بقوله لك. اول ما تخرج انت اللي تطلبيني وتطمنيني، فاهمه؟ امرك. ست رمانه طمني يا دكتور الله يخليك. الحمد لله كويسه، بس لازم ترتاح دلوقتي. الف حمد والف شكر. هيودوها فين يا دكتور؟ على الاوضه فوق. الله يخليك يا دكتور، شكرا. اتفضل يا فندينا. تاخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟ اخبارها تضايقك؟ قولي. خالك. اشمعنى؟ جيلي النوح عشان يتفق معاه. نعم. خال مين؟ خالي انا راح للنوح. جاله واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خال يمكن بيلعبهم؟ انا متأكدة من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جيلي النوح واحد حاسه ان انا شفته قبل كده، بس مش فاكره شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجه، لكن لو شفته مره تانيه ممكن اعرفه. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخال؟ يا خال يوه، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ تفكرها هيان عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمه من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبت مكانك في السوق، وعلى راي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا بساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابره. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين أو حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزة حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل.
ياه، حاسه كاني وصلت لتركيب الدواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. اه عندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكت لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانيه تليفون. اتفضل. الو يا علي، طب ما تسال عليه اي حد في الحاره يعني ايه. طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامه. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مده تجنيده، بس مشكلته اكبر من مشكله شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح انه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للاسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا. ايه يا حضره الضابط، هنا ممنوع. ازيك يا مريم، عامله ايه يا جميله؟ كويسه، شدي حيلك. الحمد لله، ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسه بحاجه خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شويه؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوه. يعني انا لسه؟ الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله الحمد لله. الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي يا غاليه. بيسا ده طلع ما نزلش، لسه عايش. امال انت فاكره ايه؟ ربنا فوق الكل. انا مش عارفه ازاي كنت هعمل في روحي كده، ازاي جالي القلب. انا عارفه يا اختي، هانت عليكي نفسك ازاي وعملتي كده؟ ما حسيتش بقيمته الا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا، ده انا حاسه دلوقتي ان روحي اتردت فيا. ايوه بس ابوه ما يستاهلوش، ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمال القرشين وقال لي بقي طمنيني يا بيسا. الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس، وانا اديت الخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياه الموت اللي اترميت في ضله النهارده. لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا والله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا، ان حد يعترف فيه برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض انشقت وبلعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اترك العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول اللي نقوله، لا حد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا براه، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكشك يعني. عكش مية فندينا؟ الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر فندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك فندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله، يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ياد، قول يا خال، قول يا خال، واقعد احكي له اشرح له
فهمه وهو ولا حاجة انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجة انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خلكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خلكش مع ليه المصلحه الكبيره؟ انا هقول مش جيني صب قوي ده انا صب لك وصب لاهلك. حلوة. صب بالله. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا حيهمني عظم تربة ولا حيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. أدينا هو وقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى القلب. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالته هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تبانها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش هوان ولسك عمال تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده.